انا معايا على التليفون على العموم نقيب الموسيقيين الفنان الكبير الاستاذ هاني شاكر. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا بيك يا استاذ خالد، ازي حضرتك يا اهلا حبيبي؟ وسهلا اهلا وسهلا. كلمني عن صدمتك في الكلمه اللي قالتها شيرين لو سمحت. والله انا متابعك وقاعد معاك شويه كده من بدايه ما اتكلمت على الموضوع ده، والحقيقه يعني انت قلت كل اللي جوانا. يعني هي صدمه، مفيش كلام انها صدمه، وصدمه كبيره لما تخرج من فنانه كبيره مصريه، والموضوع مش محتاج ضحك خالص. صحيح يعني صحيح. يعني 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 الموضوع ده مش محتاج ان انا اقولها، مش نكته ان انا اتريق على نيل بلدي اللي انا اتربيت يعني من خيره ومن ميته. شيء محزن والله طبعا. طب استاذ هاني يعني ضربت كمان اغنيه كبيره، كمان يعني اغنيه كبيره هي غنتها تاريخيا طبعا ضيعتها طبعا. وبعدين انا بس عايز اوضح، انت بعدين على فكره ان التسجيل ده يا خالد في حفل في الشارقه من يناير اللي فات. مش في لبنان زي ما اتقال. ومش قريب الكلام ده، لا بقاله فتره. لكن هو طبعا يعني لا المكان له اهميه عندنا ولا التوقيت له اهميه عندنا. انا يعني انا اللي يهمني اكتر واللي احزنني اكتر ان الكلام ده يتقال ويتقال بره مصر، ويتقال ولا بره مصر ولا جوه مصر، ولا ينفع يتقال خالص. صحيح. ولا ينفع اهزر كده خالص. خالص. طب كلمني على قرار الايقاف، يعني ايه سلطه النقابه لحد فين؟ يعني هي تتحول للتحقيق النهارده في حاجه زي دي، النقابه هتوقف سلطتها لحد فين؟ لو في اي حفلات لها هتتوقف من الغناء في الحفلات دي لو لها اي ارتباطات في مصر، لكن مش خارج مصر. مش خارج مصر. لها ارتباطات في مصر بالظبط. بتتوقف من الغناء لحين تمثل للتحقيق. ونعرف ظروفها يعني برضو قبل ما يعني حقها على النقابه ان احنا نعرف الظروف اللي قالت فيها هذا الكلام. وفي النهايه في شؤون قانونيه بتحقق، مش انا اللي هقعد شخصيا احقق معاها. لا، في شؤون قانونيه موجوده هي اللي هتحقق معاها، واصلها الفيديو ويتم على ضوء بعد ما تسمع طيب وجهه نظرها. يعني معلش القرار مع استاذ هادي، يعني دلوقتي هي يعني فرح، مسلسل، سينما، اي حاجه هتتوقف منها. تمام بالظبط. كل الشغل يقف ما عدا خارج مصر. بالظبط كده يا كابتن. تمام. النقابه ايه نوع العقوبات اللي ممكن تنزلها في حاجه زي دي؟ يعني مثلا الوقف يبقى مؤقت، الوقف يبقى دائم، يعني ايه اللي يتسحب منها العضويه؟ ايه اللي والله ممكن يحصل؟ برضه يعني انا اعتقد بعد الشؤون القانونيه هي يعني بتعرض على المجلس يعني العقوبات اللي ممكن تتنفذ عليها. تمام. طبعا المده دي في ايدين المجلس طبعا يا خالد. يعني المجلس هو اللي يقدر يحدد المده. احنا عارضين على قرار طبعاً. الايقاف بتاعها. طبعا يعني بس زي ما بقول لك بعد ما يتم التحقيق معاها. لكن هي القرار النهارده لانه فعلا استفاد مصر كلها، مش بس النقابه، مش بس احنا كمصريين وكفنانين. تم اتخاذ الاجراء السريع ده رد فعل اكيد لحد ما يتم التحقيق معاها ونشوف القرار النهائي هيبقى ايه. طيب ولكن مفيش في لائحه النقابه نوع معين من الجزاءات مثلا تصل الى حد سحب العضويه؟ مجرد سؤال. اعتقد ممكن برضه بقى يعني حسب برضه الشؤون القانونيه ما تكيف هذا الوضع. انه انت عارف ان في قانون في النقابه يعني لازم نبقى احنا يعني ممتثلين ليه كلنا. لكن اعتقد ممكن طبعا اذا صدر شيء فج بيتهيألي كده يعني انه ممكن. لكن انا يعني بقول لك مش هقدر اجزم بده شخصيا دلوقتي الا بعد راي الشؤون القانونيه في ده. طب انا يعني بص يا خالد، انا بصراحه ربنا برضو يعني انا شيرين صعبان عليا يعني مش هقول لك ان انا يعني من انصار الناس اللي تذبح شيرين. لا، لكن هو لازم يكون في وقفه. زي ما انت النهارده ابنك لو غلط واخد بالك، صحيح، مش هتقول له، مش هتفتح باب البيت وتطرده وتقول له مع السلامه. لا، لانه ابنك. يعني ايه؟ طب ايه اللي يطلعها من الموقف ده؟ يعني لو خدنا الخط اللي انت قلته انها صعبان عليك وان هي قالت دي زلت لسان، كنت بهزر، انا اسفه، كذا، هل ده يكفي؟ خالد اتفضل. هي مش صعبان عليا برضه عشان ابقى واضح صريح معاك، لكن هو انا مش عايز الموقف ده
يبقى وسيله لذبح شيرين الفنانه. تمام. لكن تمام. لكن احنا لازم يكون في اقصى عقاب هنشوفه مع الشؤون القانونيه والمجلس المحترم، وهيتاخد فيه قرار. لكن انا زي ما بقول لك مش متعاطف مع اللي حصل، لانه انا فنان وبقف على المسرح وبعرف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. صحيح. وايه الهزار اللي اقدر اهزره مع الناس وايه اللي ما اقدرش اهزره، لان دي مش اول مره على فكره يا خالد. لشيرين مش اول مره طبعا. بالظبط كده. وده اللي هيتحط في الاعتبار في التحقيق اللي جاي مع الشؤون القانونيه، لان انت مش اول مره يحصل هجوم على فنان مصري خارج مصر، يحصل هجوم على على على, على بهزار تونس والاردن، شريف منير، عمرو دياب. مش مقبول ان انا اهزر مع التوانسه بهذا الشكل. برضه لا، انا فنانه جايه من بلد محترم، كلنا بنعتز بتونس وباهلها وبناسها وبفنانينها على عيننا وعلى راسنا. انا مش وانا قبل كده عملت حفلات كتير جدا جدا. ولا عمري اطولت على حد ولا طبعا. انت عارف اني بنفسي كفنان. هي ما كلمتكش او حاجه بعد ما قرار الايقاف، او حد مثلا قانوني من عندها كلمك او حاجه؟ لا لا لا، ما كلمتكش. طب ايه ردود الافعال اللي جات لك من الوسط الفني، من المطربين والنقابيين واعضاء النقابه وكده؟ لا، الدنيا كلها زعلانه يا خالد بصراحه، مش هضحك عليك يعني. ولا هضحك على شيرين. اللي عملته ده سقطه كبيره وغلطه كبيره وحاجه يعني انا مع يعني ربنا يخرجها منها بالسلامه. لكن انا شايف انه الموضوع كبير جدا جدا بصراحه. طبعا انا شايف طبعا سخف من الجمهور والصحافه والفنانين والناس كلها. احنا قدامنا كل السوشيال ميديا مقلوبه. والناس كلها زعلانه، غير راضيه. انا مصر مش صغيره قوي للدرجه دي، ولا نيلنا صغير قوي للدرجه دي. صحيح. لا 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 خالص يعني. طب استاذ هاني، هل عندك، انت اشرت لموضوع التوقيت، قلت الموضوع ده في يناير وبعدين ظهر دلوقتي، هل بتعتقد مثلا انه حد طلعه دلوقتي لاثاره اي لغط او لضربها في حاجه او كده؟ يعني ليه طلع دلوقتي؟ برضه ما اعرفش، انا ما عنديش فكره. انا يعني زي ما بقول لك، بعد البحث والتنقيب اكتشفنا ان هذا الموضوع، انا اعتقد ان خالد عيسى عندي والاعضاء لجنه العمل في علاء سلامه، حد تواصل مع مدير اعمالها وقال ان الحفله دي كانت موجوده في الشارقه من يناير اللي فات. احنا عرفنا ان الموضوع قديم مش جديد. ليه ظهر دلوقتي؟ الله اعلم. احنا دلوقتي عندنا خبر عاجل انه الاذاعه والتلفزيون قرروا منع اغاني شيرين من الظهور في الاذاعه والتلفزيون نهائيا من شويه. يعني واضح ان الدنيا انا بقول ان الموضوع كبير جدا. هي مش حاسه هي عملت ايه يا شيرين. هي مش حاسه هي عملت ايه، الموضوع كبير جدا. وانا وجات لي ردود افعال بقول لك من اكثر من حد، الناس كلها على جميع المستويات على فكره مستاءة جدا من اللي حصل. طبعا طبعا طبعا. وغير راضيه طبعا. يعني لو يعني مش عارف، هل يعني هل انت هتكلمها مثلا، هتقول لها يا شيرين اعملي كذا، هتنصحها، هتنصح حد حواليها؟ يعني ازاي تخرج من مأزق زي ده؟ يعني هل الاعتذار يكفي؟ لا، انا مش في بالي بصراحه ان انا اتكلم معاها. يعني انا ربنا معاها طبعا، هي مدير اعمالها والناس اللي حواليها. لكن انا مش في بالي. لا يعني احنا هيوصلها القرار بتاع التحقيق والمسؤول قدام التحقيق اكيد بكره. ونشوف هيحصل ايه، لان انا مش انا اللي هحقق معاها يا خالد. لا صحيح. بشكرك استاذ هاني شاكر، ولجنه العمل. بشكرك وبشكر رد الفعل السريع للنقابة اللي رفضت هذه الإساءة الكبيرة اللي عملتها شيرين عبد الوهاب في يعني حفلتها في الشارقة.